دكتور، هناك من يزيد في سعر السلع إذا كان البيع في التقسيط، فما حكم هذه الزيادة؟ طبعا الزيادة هذا من مقتضى البيع، يعني اليوم شيء طبيعي. عندما أقول لك أنا سأبيعك سيارتي بالتقسيط، لا يعني لا، من المفترض أو هذا شيء من الطبيعي أن أزيد في سعر السيارة أو السلعة عن سعرها في المسألة، في لو بعتها بشكل معجل. وإلا لو قلنا لا يجوز للرجل أو للبائع أن يزيد في ثمن السلعة ولو باعها بتقسيط، لم تنع الناس عن بيع التقسيط. عن بيع التقسيط. طيب إذا أراد المدين أن يدفع ما تبقى عليه من مبلغ من أصل الدين في قبل حلول الأجل، فهل له أن يطالب الدائن بأن يخفض له من قيمة هذه الزيادة؟ شيء طبيعي، أنا اشتريت منك الثلاجة $300 وقيمتها نقدا كم؟ $200. شيء طبيعي عندما أنا مسجل في ذمتي $300، عندما يأتيني مال أريد أن أدفع وأنهي هذا الدين أو هذه الديون وأبرئ ذمتي، ينبغي أن يعني تراعي أنت أيضا تخفيض جزء من الثمن، لأنك في البداية عندما اشتريت منك السلعة أنت ماذا فعلت؟ زدت في الثمن عند العقد مقابل أنك الزمن. ستنتظر دفع الأقساط لسنة. وأحل الله البيع وحرم الربا. تتنوع صور البيع بحسب رغبات المتعاملين، فتارة يكون البيع معجل الثمن، وتارة يكون مؤجلا، وتارة يكون مقسطا على أقساط عدة. ومع تطور التجارة وتوسع نطاقها، صار للبيوع المؤجلة دور كبير في الأسواق، وصار للزمن قيمة معتبرة تراعى هذه القيمة في مقدار الأجل طولا وقصرا. فما أنواع هذه البيوع الآجلة وما مدى مشروعيتها في الشريعة الإسلامية؟ البيوع الآجلة في الإسلام هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مع الدكتور إبراهيم شاشو، المتخصص في فقه المعاملات المالية والصيرفة الإسلامية. مرحبا بك دكتور. حياكم الله. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. لو نتحدث بداية عن مفهوم البيوع الآجلة وما مشروعيتها في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. آمين. بالنسبة للبيوع الآجلة أو هذا المفهوم، فينبغي أن نعرف أن البيع يأخذ صورا متعددة، فتارة يعجل تعجل السلعة، المبيع يعجل ويؤجل الثمن، وتارة يعجل المبيع ويعجل الثمن، وتارة يكون العكس، يعجل الثمن ويؤجل المبيع. ففي الصورة العادية التي يتعامل بها الناس اليوم، يأتي الإنسان إلى البائع يقول لو أعطني كذا، يعني شيء سلعة مثلا، فالصورة تأخذ صورة البيع العاجل، هذا الذي يتعامل به نحن جميعا، يعطيك الشيء، الأرز أو السلعة المطلوبة، تشتري سيارة، تشتري يعني جهازا مثلا، فيعطيك تقبض منه السلعة وتعطيه الثمن، هذا يجري فيه التقابض البدلين في المجلس الواحد، هذا البيع الشائع، هذا بيع عاجل. لكن هناك بيوع شرعتها الشريعة الإسلامية وهي بيوع جائزة، تقتضي أن يتعجل أحد البدلين ويتأخر الآخر. طبعا بداية نقول الشريعة الإسلامية تمنع تعجيل أو تأجيل البدلين، للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، فلا بد في البيع في الشريعة، هذه قاعدة، أن يتعجل أحد البدلين أو يتعجل البدلان جمعا. ففي البيع المباشر أو الذي البيع العادي، يتعجل الثمن ويتعجل المبيع، يقبض كل واحد من الآخر ويفترق الطرفين دون أي يكون لأحد على الآخر شيء، دون أن يكون لأحد على الآخر شيء. وهذا التعجيل يشترط كونه في بعض المعاملات يشترط فيه التعجيل، كما هو شرط في مبادلة ثمن بثمن أو نقد بنقد،
عند مبادلة الأموال الربوية كالذهب والفضة وأيضا ما توفر فيه علة الربا كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر مثل بمثل ويدا بيد. فهناك نوع من المعاملات وهو الصراف مثلا اليوم، بيع الذهب بالنقود وبيع صرف النقود، هذه يشترط فيها التقابض في المجلس الواحد ولا يفترق الطرفان حتى يجري التقابض. هذا يشترط فيه التعجيل في الشريعة، لا يجوز فيه التأجيل. لكن لم تشترط الشريعة الإسلامية التقابض في غير ذلك، في غير هذه الصور. فإن تعجل البدلان هذا هو البيع العادي، وإن عجل البائع السلعة وكان المشتري ليس عنده الثمن وأجل دفع الثمن هذا هو البيع الآجل. البيع الآجل هو الذي يتعجل فيه أحد البدلين، إما يتعجل المبيع السلعة ويتأجل الثمن، هذا هو بيع الأجل. نعم. الذي هو أيضا يجري بين الناس، يأتي الإنسان إلى البائع السمان والبقالية يأخذ منه شيئا ويعطيه الثمن مثلا في آخر الشهر، هذا بيع آجل. وأحيانا يكون أيضا يأخذ صورة بيع التقسيط، عندما يكون الأجل أو عندما يكون الثمن مقسطا على أشهر على أقساط، مثلا ياخذ يشتري انسان من اخر ثلاجه او فرن غاز او سياره او جوال مثلا، يتفق معه ان يعطيك كل شهر 100 دولار مثلا، هذا اسمه بيع اجل، لكن اخذ صوره ماذا؟ صوره بيع التقسيط، قسط الثمن. وهناك صوره معكوسه ايضا، يتعجل الثمن ويتاجل المبيع، هذا يكون في بيع السلم او السلف وبيع أو عقد الاستصناع. يعني كالمزارع مثلا، المزارع الذي يملك زيتون زيتونا أو يملك أي محصول، يستطيع عن طريق عقد السلم أن يبيع مقدارا معينا موصوفا في الذمة من محصوله، لكن يشترط الشريعة الإسلامية أن يعجل المشتري الثمن. فهنا صار عندي إذا بيع آجل، لكن تعجل الثمن وتأخر المبيع إلى وقت طبعا يحدد في العقد. وقد يكون الشيء المؤجل شيء يحتاج إلى صناعة، كاليوم يذهب الإنسان إلى مكان ليصنع له خزانة مثلا، هذا أيضا من بيوع الآجل أو بيوع الأفوان الآجلة التي أيضا يتأخر فيها تسليم السلعة. أما تأجيل البدلين، أي يعني يشتري الإنسان من شخص بضاعة إلى شهر ويتأجل دفع الثمن إلى شهر أو شهرين، هذا لا يجوز، لأنه من بيع الكالئ بالكالئ. وبالتالي يعني نخلص إلى أن الصور الجائزة في البيوع الآجلة أن يتعجل أحد البدلين أو يتعجل البدلان معاً في وقت واحد. هذا بالنسبة لمفهوم هذا المصطلح البيوع الآجلي. حضرتك ذكرت دكتور يعني في البيوع الآجلي بيع التقسيط. نعم. طبعا بيع التقسيط هو الأكثر انتشارا الآن في الأسواق، فما مدى مشروعيته؟ طبعا بيع التقسيط اليوم وكما ذكرت هو صورة من الصور التي يتعجل فيها المبيع، أي تتعجل السلعة، يعني الإنسان المشتري يحصل على الشيء المشترى ويتأجل الثمن، لكن هذا التأجيل يكون على أقساط. مشروعيته هو جائز، أجازه جمهور أهل العلم، كل أهل العلم على جوازه، يعني هذا متفق عليه، متفق على جواز بيع التقسيط، متفق على جوازه بين الأئمة الأربعة. وهذا البيع أيضا ورد، جاء حكي الإجماع على جوازه، لأن البيع الأجل، بيع الآجل ورد ذكره في القرآن في كتاب الله عز وجل في آية المداينة في سورة البقرة، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى، يعني هناك عقد بيع صار هناك أو عقد صار هناك، الثمن صار دينا في ذمة المشتري مثلا، فالدين هو يقتضي أن وجود هناك يعني مبلغ مالي في ذمة الإنسان إلى أجل مسمى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اقترض
من يهودي صاعا من شعير أو يعني شعيرا ورهنه ذرعه، طبعا هذا ذرعه اقترض حتى يرده إليه. وأيضا مسألة بيع التقسيط جاءت أيضا بالنسبة بخصوص بيع التقسيط في قصة بريرة في الصحيح، أن بريرة اشترت نفسها من أسيادها على 9 أواق كل عام أوقية واحدة من الفضة، هذا يفيد أن بيع التقسيط جائز لأنه ما جاز لتأجيل مرة، يعني إذا قلنا بيع الأجل أمر جائز ومتفق عليه، فإن كان جاز التقسيط لقسط واحد يجوز أن يقسط إلى أقساط. يعني ما الفرق بين أنا أن أشتري منك سيارة مثلا أقول لك ثمن السيارة في آخر الشهر أعطيك ثمن السيارة، قلنا هذا أمر جائز أم لا؟ نعم جائز. نعم جائز. هذه الصورة بيع الأجل، ما الفرق بينها وبين إذا قلت لك المبلغ تأخذه كل شهر بعد يعني كل شهر $1,000 وأنت رضيت وإنما البيع عن تراض وقد حصل الأمر، وهذا يعني جاءت النصوص العامة يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وكما هو معروف الأصل في المبايعات والأصل في المعاملات الحل إلا ما ورد النص في تحريمه. وهنا يعني جاءت النصوص الشرعية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والبيع التقسيط هو عقد من العقود الجائزة التي إذا جرى فيها التراضي وتمت وكان يعني استوفت الشروط وكان المبيع معلوما والثمن معلوما والأجل أيضا معلوما، الأجل معلوما يعني حدد المتبايعان حدد أجلا أو آجالا بالضبط، يعني كل واحد بالشهر أو كل رأس الشهر تأخذ مني مثلا $500 أو $100 أو $1,000 أو كذا حسب الاتفاق، جرى الاتفاق وكان البيع صحيحا والسلعة سليمة فالبيع جائز وصحيح ولا خلاف إن شاء الله في ذلك. طيب دكتور، هناك من يزيد في سعر السلعة إذا كان البيع في التقسيط، فما حكم هذه الزيادة؟ طبعا الزيادة هذا من مقتضى البيع، يعني اليوم شيء طبيعي عندما أقول لك أنا سأبيعك سيارتي بالتقسيط، لا يعني لا من المفترض أو هذا شيء من الطبيعي أن أزيد في سعر السيارة أو السلعة عن سعرها في المسألة في لو بعتها بشكل معجل، وإلا لو قلنا لا يجوز للرجل أو للبائع أن يزيد في ثمن السلعة ولو باعها بتقسيط لم تنع الناس عن بيع التقسيط. يعني ما الذي يجبرني أن أبيع سلعتي أو بيتي أو أن أبيع ما أريد إذا كان لا يجوز لي أن أزيد في الثمن؟ وكلنا يعرف أن الزمن له حظه من الثمن، الزمن له حظه من الثمن، والناس بشكل اليوم بشكل عام المعاملات التجارية الواسعة ومعاملات التجار أصبح للدقيقة قيمة معتبرة، وأصبح للساعة قيمة معتبرة، والنقود يعني حركة النقود اليوم وحركة الأسعار مضطربة ومختلفة، فشيء طبيعي عندما يريد الإنسان أن يبيع سلعة وهي تساوي الآن لو قبض ثمنها الآن 100، شيء طبيعي إذا أراد أن يؤجل ثمنها إلى شهر أو شهرين أو 3، شيء طبيعي أنه سيتخلى هو عن النقد، سيتخلى عن النقد ويخاطر بماله، هذه المخاطرة يقابلها شيء من الثمن، فلا بأس إذا كانت الزيادة هذه التي قلت عنها مرتبطة بالسلعة وليست مرتبطة بشيء آخر، يعني أقول لك هذه السيارة أبيعها لك تقسيطا كل شهر $1,000 $6,000 وأنت قبلت وأنا قبلت ولو فيجوز البيع ولو كان سعرها الآن أقل من ذلك، هذا أمر يعني لم يرد ما يمنعه من الشريعة الإسلامية، كما قلت الأصل في المعاملات
الإباحة، والحديث التي ذكرتها في قصة شراء بريرة نفسها وقد كانت أمة على 9 أواق، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك وصحح هذا البيع أو هذا الشراء، وأنه شيء طبيعي أن يعني التقسيط سيدخل فيه زيادة في الثمن. أيضا قصة أخذه أو اقتراضه من اليهودي أيضا ورهنه الدرع، أشياء طبيعي أن اليهودي لن يقبل أن يبيع أو يعطي أو يقرض النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يعني شيئا إلا يعني مقابل الزمن يأخذ عوضا عنه. فمسألة أني أشتري أنا شيئا بثمن أكثر من ثمنه الحالي إذا كان هذا الثمن يعني أخذ على كامل السلعة، لم أفرق، أقول هذه السيارة 5,000 أو 6,000 بالتقسيط وكل شهر كذا، ووافق الطرف الآخر فالبيع جائز باتفاق المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب دكتور، هل يجوز ارتباط هذه الزيادة بين المدة؟ يعني أن يكون مثلا بعد 10 أشهر هذا الثمن أن ترد لي هذا الثمن على تقسيط لمدة 10 أشهر، تقسيط مثلا يقول له بـ1,000 وكل شهر مثلا 100 نعم. طبعا هذا الصورة بهذا الشكل، أنا ذكرت أن يكون الثمن غير مرتبط بالزمن، هذا أمر شرطه ضروري أن لا يفرق بين الثمن والزمن. يعني ما بجوز أن أقول لك هذه السيارة 5,000 وكل شهر أريد عليها $100 مقابل الزمن. هنا فصلت وعزلت وأفرزت الزمن عن الثمن وربطته بالزمن، فكأني أقول فهنا صار كأنك تقول سيارة 5,000 ومقابل كل شهر أنتظرك مقابل 100. أحل الله البيع وحرم الربا، هنا أكون وقعت في الربا، لأني بهذه الصورة آلت إلى ماذا؟ آلت إلى أني أتقاضى منك كل شهر $100 مقابل أن أنتظرك على المبلغ، وهذا وجه وصورة من صور الربا النسيئة. ربا النسيئة أنظرني أزدك، فلا يجوز، لا يجوز أن يرتبط الثمن الزيادة بالزمن. ينبغي أن يتفق الطرفان في مجلس العقد على كم هو السعر الكامل للسلعة، هذه 5,000 نقدا و6,000 نسيئة، اتفقنا أني سأشتري منك السيارة أو الشيء الآخر بـ6,000 كل شهر أعطيك 1,000 من الثمن، هذا الأمر هي الصورة الجائزة. أما أن أتفق غير اتفاق وكلما زاد الزمن أزيدك فيما بعد، لا، ينبغي أن يكون الاتفاق أين؟ في مجلس العقد، نتفق على الثمن ونتفق على المدة التي سأدفع لك فيها الثمن. طيب دكتور، أنا مثلا عندي سلعة ما وأردت أن أعرضها، مثلا إن كانت إذا كنت أنت المشتري فقلت لك أن هذه السلعة نقدا بـ1,000 نعم. وتقسيطا بـ1,200 مثلا، فهل هذا يجوز؟ يعني مجرد أن تعرض، طبعا الصورة سأوضحها بشكل دقيق، أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة بـ1,000 نقدا وبـ1,200 نسيئة أو بالأجل، فيجوز هذا من باب المساومة، من باب العرض، لكن لا يكون بيعا حتى يستقر البيع على أحد هذين الثمنين. نعم. يعني إذا قلت لك أنا مجرد قبلت دون أن تحدد، دون أن أحدد، لا يجوز. هذا ما جاء به نصوص الفقهاء، أنه لو قال هذه بـ100 نقدا وبـ110 نسيئة فقال قبلت، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه وقع الاتفاق على أحد السعرين. يعني هل قلت قبلت على 100 أم 120 مثلا؟ لا. إذا أما لو قلت لك أنا قبلت بـ100 نقدا، البيع جائز. لك أن تقول أيضا شيء آخر، أيضا سأوضح ذلك، لك أن تقول لي هذا بـ100 نقدا تمام، وبـ120 تقسيط إلى 6 أشهر، وبـ150 بتقسيط لسنة،
هذه عروض، عروض أسعار. فأقول لك أنا قبلت بمئة وعشرين تقسيط لستة أشهر، البيع صحيح وجائز على ما اتفقنا عليه، فأكون أنا قد اشتريت منك السلعة بمئة وعشرين تقسيطا إلى ستة أشهر، كل شهر مثلا $20. لكن أنا أقول لك قبلت دون تحديد، دون تحديد، فهذا أمر لا يجوز. لا يجوز. لكن لصاحب المحل أن يجعل عروضا، يوم يبيع هو مثلا ثلاجات يجعل هناك يعطي تقسيط مريح للعرض من باب عرض السعر، هذا ليس ما بيعا. لكن البيع متى ينعقد؟ عند بعد القبول، عند أوجبت. عندما قلت هذا هذه ثلاجة بمئتين دولار نقدا ومئتين وخمسين تقسيط إلى ستة أشهر وثلاثمائة دولار تقسيط إلى سنة. سنة. أنت توجب، تقول لي اختر أحد هذه العروض، أقول لك أنا قبلت سأشتري منك الثلاجة بمئتين وخمسين تقسيط إلى ستة أشهر، يجوز هذا البيع. تمام. نعم. طيب إذا أراد المدين أن يدفع ما تبقى عليه من مبلغ من أصل الدين في قبل حلول الأجل، فهل له أن يطالب الدائن بأن يخفض له من قيمة هذه الزيادة؟ أن يحط. نعم. هذه الحطيطة، الحطيطة من الدين مقابل التعجيل، يسميها الفقهاء مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. هذا يحتاج إليها التجار الذين يقرضون الناس والذين يبيعون بالدين، قد يحتاجون إلى، يحتاجها التاجر ويحتاجها أيضا المدين. المدين الذي اشترى سيارة أو اشترى دراجة أو اشترى ثلاجة وأدوات منزلية بالدين إلى سنة وترتب عليه مبلغ أكبر من المبلغ الذي هو ثمن الحقيقي للسلعة، فربما يحصل في وسط المدة يأتيه مبلغ فيريد أن يدفع ومقابل أن يخفض له من التاجر. التاجر شيء طبيعي، أنا اشتريت منك الثلاجة بثلاثمائة دولار وقيمتها نقدا كم؟ بمئتين دولار. شيء طبيعي عندما أنا مسجل في ذمتي ثلاثمائة دولار، عندما يأتيني مال أريد أن أدفع وأنهي هذا الدين أو هذه الديون وأبرئ ذمتي، ينبغي أن يعني تراعي أنت أيضا تخفيض جزء من الثمن، لأنك في البداية عندما اشتريت منك السلعة أنت ماذا فعلت؟ زدت في الثمن عند العقد مقابل أنك الزمن. ستنتظر دفع الأقساط لسنة، أنا عجلت لك خلال إيش؟ ستة أشهر، فشيء طبيعي أن تخفض. لكن حكمها الشرعي فيها خلاف عند أهل العلم، اختلف فيها بين مجيز لها ومانع، لكن الفتوى اليوم وجرى الفتوى والعمل على جواز هذه الصورة أخذا بمن أجازها استنادا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أجل بني النضير قالوا يا رسول الله إن لنا ديونا لم تحل، فقال ضعوا وتعجلوا. وكما جاء أيضا أجاز المعاملة ابن عباس رضي الله عنهما فقال الربا إنما الربا أنظرني أزيدك وليس ضع عني وأعجل لك، فهذا التعجيل أجازه بعض أهل العلم وأفتى بذلك الكثير من العلماء المعاصرين وبعض اللجان العلمية والمجامع الفقهية، يعني جرت على تصحيح هذه التعامل من باب التيسير على الناس، تيسير على الطرفين على الناس. أيضا التاجر يريد أحيانا يريد مالا ويحتاج إلى سيولة، فيعرض على الإيش على المتعاملين المدينين يقول لهم إن دفعتم لي ديني الآن فسأسقط عنكم جزء. وقد حصل ذلك مع كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تلاحى مع رجل تقاضاه في دين له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن ضع الشطرة، ضع الشطرة، أشار إليه بيده أن ضع الشطرة، فقال فعلت يا رسول الله، قال قم فقضيه. فيعني أنا صاحب الدين إذا رضي، بائع الثلاجة، بائع السيارة، أنا لي في ذمتك $2000 وأنت تقول لي إذا تعجل إذا تسقط لي جزء أنا أعطيك $1,500 أو $1,000. أنا إذا قلت قبلت فيكون أنا ماذا؟ تنازلت عن جزء من حقي، ولي ولا يحل من المسلم إلا عن طيب نفسه. وأنا طابت نفسي أقول لك أنا بدل ما أنتظر $2000 إلى رأس السنة
والآن أنا بحاجة لمال يا أخي، سأسقط لك $500 وأعطيني المبلغ، أكون أنا ماذا فعلت؟ انتفعت في السيولة، وأنت ماذا؟ خففت عنك من عبء الدين. فهذا أمر والله أعلم هو أمر جائز، كما قلت هو رواية وقول للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه الله، وهذا ما جرى عليه العمل الآن، والعمل على جواز مثل هذه المعاملات نظرا لما فيها من التيسير على الناس والتخفيف عنهم، وفيها تحقيق مصلحة للتاجر وللمدين. طب دكتور، هناك صورة معاكسة، مثلا إذا المدين تأخر في أداء الدين أو ماطل في الدفع، فهل له للتاجر أو للدائن أن يطالبه بزيادة في المبلغ؟ طبعا نحن ما قيل في الحط لا يقال في الزيادة، ما قيل في الحط لا يقال في الزيادة، لأن الزيادة هنا تدخل في باب الربا. يعني أنا إذا تعثر أو تماطل المدين في دفع الدين، ليس للدائن أن يضع عليه ماذا؟ فائدة أو زيادة، هذه تدخل في باب الربا، في باب الربا، أنظرني أزدك، ليس للتاجر أن يضيف أي شيء. وهذا إذا أضاف أي شيء، لأن هذا دين، أصبح المال بعد الاتفاق أصبح المال دينا في ذمة المدين. طيب إذا ما الحل في ذلك؟ الحل في ذلك هو يعني أخذ بعض الضمانات عند إنشاء العقد. يعني أول ما يشتري الإنسان سلعة من عندي، أجاز له بعض العلماء بعض الإجراءات التي من خلالها يعني ممكن أن نقول يضمن البائع أو يأخذ احتياطات قبل. أول شيء يعني يختار الشخص الذي سمعته جيدة، وذمة ممكن أن يطلب منه كفيلا بالثمن، والكفالة جائزة، والكفيل غارم، والكفيل غارم، يطلب منه رهنا مثلا، يرهن شغلا، أو يشترط عليه مثلا حلول الأقساط. يعني ممكن أن يشترط له، يقول له إذا تأخرت عن دفع 3 أقساط يمكن أن أشترط أنا إيش؟ أنا ألزمك بدفع كامل الأقساط التي هي مترتبة في ذمتك. لكن أن يضيف عليه مالا، يضيف إذا تأخر، أو يشترط عليه شرطا جزائيا مثلا، يقول له إذا تأخرت عن دفع الأقساط أو قسط فسأضع عليك مثلا مبلغ $100 كل شهر، كما يفعله البعض. إذا لا يجوز حتى من البداية؟ لا، من البداية لا يجوز. من البداية لا يجوز أن يشترط عليه شرطا جزائيا مقابل تعجيل، مقابل تأخير، لأنه هذا مقابل دين، ولا يجوز شرط جزائي مقابل الدين، لا يجوز. لكن له أن يشترط ضمانات. ما هي الضمانات؟ إما كفيل أو رهن أو أمور أخرى يضمن للشخص، يقول له أحضر لي كفيلا، يكون موظف مثلا، موظفا يحجز على راتبه أو يضع إشارة كذا، أو يأتيني برهن، رهن شيء عقاري أو شيء كذا أو أي شيء آخر. لكن لا يجوز بحال أن يشترط علي أنك إذا تأخرت في دفع المال فسيترتب عليك غرامة مثلا، غرامة التأخير، وبالتالي غرامة التأخير لا تجوز. غرامة التأخير لا تجوز بحال، إذا تأخر المدين عن دفع قسط أو دفع تأخر عن دفع المال كله، غرامة التأخير هذه لا تجوز، لأنها من الربا الصريح، ولم يجزه أحد من العلماء في هذه الصورة. وبالتالي يعني ننصح أن يعني يتقي الله كل من البائع والمشتري، ويكون المشتري حسن الأداء، ويكون البائع حسن الاقتضاء بذلك، وبذلك يكون قد اتقى الله عز وجل. جزاك الله خير دكتور على هذه الإضاءات وهذه المعلومات الطيبة، وشكرا لكم على حضوركم. حياكم الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. مستمعينا الكرام، بهذا قد نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من البيوع الآجلة من برنامجكم درهم ودينار. انتظرونا في حلقة قادمة نتحدث فيها عن بيع السلم وما تبقى من البيوع الآجلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.